الترشيد من استهلاك الماء والطاقة وأشياء أخرى متعددة، تتبنى الدولة المشروع القومي لتطوير أساليب الري عن طريق عدد من الإجراءات والتسهيلات للمزارعين. تستفيد من هذا المشروع حتى الآن حوالي 4 ملايين فدان، يوجد ما يزيد على ربعها في النبارية. الدولة عملت مبادرات كتيرة للمزارع المصري علشان يقدر ان هو يستفيد او ان هو يحول من طرق الري العادية الى طرق الري الحديثة. من ضمن المبادرات اللي شغالة ان هو المزارع ممكن يحول طريقة الري للري الحديثة، والبنك الزراعي المصري مع وزارة الزراعة مع وزارة الموارد المائية ان هو بيدوله قرض بالتكلفة ديت. القرض ده دلوقتي بيوصل مدته ل 11 سنة بدون فايدة. في مشروع تاني أو مبادرة تانية اللي هي تطوير المسائي بتاعة الري أو الطبطين، سواء إعادة تأهيلها أو إنشائها كطبطين من جديد، ده برضه بيتم على 11 سنة. لوقت طويل كان الري بالغمر هو الطريقة الوحيدة تقريبا المعتمدة لري الأراضي، لكن التطور قال بأن التنقيط والرش وأساليب الري الحديثة هي الحاضر والمستقبل، ليس فقط لما توفره في الموارد بل لما تزيده من إنتاجية الفدان أيضا. عندنا نظم ري حديثة كتيرة جدا، إذا كانت تنقيط أو إذا كانت رش ثابت أو ري محوري، الحاجات دي كلها بتوفر في كمية المية من 35 لـ40% من الكميات المستخدمة في الري الغمر، إن أنا أقدر أوسع بيها في مناطق جديدة. غير إن الكفاءة بتاعة طرق الري الحديثة ديت بتديني كفاءة من 75 لـ90% على حسب طريقة الري المستخدم. بهذا المشروع وغيره من المبادرات تدعم الدولة القطاع الزراعي والقطاعات المتعاونة معه من مختلف المجالات لكي تتبوأ مصر مكانتها في عالم الزراعة، فيتوافق مستقبلها مع كونها من أوائل المجتمعات الزراعية في التاريخ.